حانت ساعتنا قد نادت كل الأطفال ندعو الباري يحفظنا ويحقق كل الآمال شهر الطاعة حاط بنا رمضانه بهلال بصيام الشهر دعونا دعوات الأشبال حانت حانت ساعتنا قد نادت كل الأطفال تشاهدون اليوم القارئ الصغير قصص من هنا وهناك حيوان في القرآن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بارك الله فيك. اهلا اهلا يا رمضان اهلا اهلا يا رمضان صوم وتلاوة قرآن طاعات خير غفران صوم وتلاوة قرآن طاعات خير غفران هل هلال الخير اشرق ولكل العالم قد بان اهلا اهلا يا رمضان اهلا يا شهر الاحسان فلنستقبله باخلاص وبحب تغوى الإيمان ونقول له أهلا أهلا يا خير شهور الرحمن يا خير شهور الرحمن هيا ننوي الصوم جميعا بل نتوكل يا أخوان حتى لو نعطش نتحمل نصبر نتحدى الشيطان في الجوع كذلك موعظة فيه العبرة للإنسان يشعرنا بل ويذكرنا بالفقراء من فيهذبنا ويعودنا أن نجعلهم بالحسبان وبذلك نحيا بوئام ونفوز برضا المنان أهلا أهلا يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان تشاهدون قصص من هنا وهناك بعد قليل
قصة تروى لنا وبشوق لها نسمع، هيا بنا للحكمة نتطلع والمتعة والفائدة طبعا نتوقع. وعنوان قصتنا اليوم هو التاجر والعطار. يحكى أن بهلول مر يوما بإحدى أزقة بغداد ورأى رجلا غريبا يبكي وقد أسند رأسه إلى الحائط، فسأله بهلول: علام بكاؤك؟ قال الرجل: لا تسألني، فسؤالك يؤلمني وأنا أعوذ بالله من ظلم بعض الناس لي. وضع بهلول يده على كتف الرجل وقال: جميعنا معاذنا هو الله تعالى، هون عليك وقل لي ما حدث لك ولماذا تبكي. وعندما رأى الرجل إصرار بهلول لمعرفة السبب قرر إخباره لعل وعسى يتمكن من مساعدته، فقال الرجل: أنا تاجر وجئت لهذه البلاد للتجارة، ومعي بعض الدنانير وتجارتي، وأحتاج التجول في المدينة، فخفت على دنانيري من الضياع، فأخذت الدنانير وأودعتها عند رجل عطار في السوق ظنا مني أنه رجل أمين، فظاهره غرني لما يظهر عليه من سيماء الصالحين، ولكن باطنه غير ذلك، وكل ما جرى لي بسببه. وهنا جرت دموع التاجر حسرة على دنانيره، وكان الحزن يلف وجهه لفاً. حاول بهلول مواساة التاجر والتخفيف عنه قائلاً: اعلم إني قادر بحول الله على استرجاع أمانتك من العطار بكل سهولة، فلا تحزن، فقط أعطني عنوان العطار واترك الباقي علي. استبشر التاجر وأعطى بهلول عنوان العطار، فقال بهلول: سوف أذهب للعطار غدا صباحا وأنت اذهب قبل الزوال بساعة. فسأله التاجر: أذهب إلى العطار؟ وماذا أفعل هناك؟ وماذا أقول؟ قال بهلول: إذا جئت تصرف كأنك لا تعرفني وقل للعطار: جئت أسترد منك أمانتي. واتفق بهلول والتاجر على ذلك، وودعه التاجر وهو يتأمل الحصول على أمانته التي عند العطار. وفي صباح اليوم التالي ذهب بهلول قبل الزوال بساعة إلى محل العطار وقال له: لقد نويت السفر إلى خراسان. فقال العطار وهو متلهف لمعرفة نوايا بهلول: أرجو أن يكون سفراً موفقاً. فقال بهلول: وأنا أرجو ذلك أيضاً، ولكن هناك أمر يقلقني كثيراً. فقال العطار: وما الذي يقلقك؟ فأجاب بهلول: عندي جواهر تعادل قيمتها 30 ديناراً ذهبياً، أريد إيداعها عند رجل أمين لحين رجوعي من سفري. هنا تظاهر العطار بانشغاله عن بهلول وبدأ ينقل أغراضه من موضع إلى آخر ويظهر اللامبالاة بالمال، وبهلول يراقب حركاته ويعلم ما يضمره العطار. وفي هذه الأثناء قال بهلول: بالطبع سألت أهل البلد عن أمانتك وشعرت بالإطمئنان، فجئت لأودع الجواهر عندك. ارتعش صوت العطار من شدة الفرح، ولكنه حاول التظاهر بالهدوء وقال: أتمنى أن أكون عند حسن ظنك. نظر بهلول إلى خارج الدكان فشاهد التاجر مقبلاً جهة العطار، فأسرع بهلول وأخرج كيس الجواهر ووضعه أمام العطار، فلما رآها العطار طار عقله وتشوق لرؤية الجواهر، لكن بالطبع كان الكيس خالٍ من الجواهر، مملوءاً بزجاج مرضوض ورمل ناعم ولا شيء آخر. وفي هذه الأثناء دخل التاجر كما اتفق مع بهلول سابقاً وقال للعطار: جئت لأسترد وديعتي. خاف العطار من أن ينكشف أمره بعدم حفظه للأمانة، فما عند بهلول من جواهر أكثر بكثير من مال التاجر، فقال لخادمه: اذهب وأحضر وديعة هذا التاجر من المكان الفلاني. فأحضر الخادم الوديعة وأعطاها للتاجر، أخذها التاجر ومضى،
وهو لا يصدق أن نقوده ردت إليه. وبعد أن اطمأن بهلول من رد الأمانة لصاحبها، خرج من محل العطار بعد أن سلمه الكيس. وهنا كانت النهاية التي رسم لها بهلول. فلما اطمأن العطار من ابتعاد بهلول عن الدكان، أخذ الكيس وصار يرفعه من الأرض ثم يضعه، وخادمه ينظر إليه باستغراب. فصاح به العطار: اذهب إلى عملك. ثم أخذ يفتح الكيس وعيناه مليئتان بالدموع، وقلبه لم يثبت في مكانه من شدة الفرح. ولكن بمجرد أن رأى ما بداخل الكيس، كان حاله غير الذي كان. في هذه الحكاية عبرة قريبة للقلب والفطرة، تصل لأصحاب العقول والقلوب الخيرة. فحبل الكذب والاحتيال قصير، وعدم حفظ الأمانة أمر خطير. فليكن للناس في كل يوم توبة، ومنه يبتعدون عن الخطأ ولا يأتون صوبة، يحفظون الأمانة ويبتعدون عن الخيانة التي تؤدي إلى المهانة، وليرجعوا إلى الله في المصائب للخلاص من النوائب، فهناك راحة بال وحل كل عضال، ودمتم طيبين. حانت ساعتنا، قد نادت كل الأطفال، ندعو الباري يحفظنا ويحقق كل الآمال. شهر الطاعة حاط بنا، رمضانه بهلال، بصيام الشهر دعونا دعوات الأشبال. حانت ساعتنا، قد نادت كل الأطفال. هو الذي يعتمد على يده اليسرى في عمله أكثر من اليمنى، وهو إنسان طبيعي لا يشكو من شيء، وربما يكون ناجحا أكثر من بعض الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى. ولكن لابد من استخدام اليد اليمنى في الأكل حتى ولو كان الشخص أعسر. تشاهدون حيوان في القرآن بعد قليل. مرحبا أيتها الحشرة الصغيرة ذات الهمة العالية، كيف تحملين أشياء أكبر من حجمها؟ سبحان الله الذي أعطاك الفطنة لترحب أي خطر يحدث بأسرتك. تذكريني بجدتك نملة نبي الله سليمان عليه السلام، لها قصة وحكاية شيقة، هل سمعتي بها؟ مرحبا، نحن معاشر النمل لا نتكاسل أبدا، ونعمل متعاونين بنظام ثابت. ولكن كيف عرفت جدتي وأنا لم أسمع بقصتها؟ كيف لا أعرفها وأنا أتلو القرآن الكريم؟ وقد سميت إحدى سوره المباركة بسورة النمل، ومنها سأحكي لك ولجميع الأصدقاء قصة النملة. منذ وقت مضى وفي زمان بعيد، كان فيه العدل والرحمة منتشرين.
كان ذلك في دولة نبي الله سليمان عليه السلام، الذي أعطاه الله الكثير من الفضل والخير، وسخر له الجن والإنس، وعلمه منطق الطير والحيوان. كانت البركة والخير تعم أرجاء دولة سليمان، وفي وادي النمل الكل يعمل بجد ونشاط، ضمن مجاميع موسعة بنظام عجيب، كل يعرف دوره ومسؤوليته، ينعمون بالخير ويسبحون الله سبحانه شكرا على نعمه، وأن جعلهم في زمن نبي يعرف لغتهم. كانت من بينهم نملة فطنة ونشيطة، تم ترشيحها لتكون أحد قادة المملكة. كانت تحرص دائما على حماية وادي النمل من أي أذى ولو كلفها حياتها. ومرت الأيام، وتحركت جيوش نبي الله سليمان من الجن والإنس والحيوان في كل مكان تنشر دين الله وتفتح البلاد. بينما كانت النملة تتفقد حدود مملكتها، فجأة شعرت بأن الأرض تهتز بمن عليها. إنه صوت زحف جيش سليمان الحكيم. حينها شعرت النملة الصغيرة بحجم الخطر الذي يهدد واديها، وبسرعة عادت إلى الداخل وهي تنادي بصوت عال: أيها النمل، ادخلوا مساكنكم بسرعة، جيش سليمان قادم نحوكم، هيا اختبئوا قبل أن يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حملت الريح صوت النملة وهي تحذر أهل مملكتها إلى مسابع نبي الله سليمان عليه السلام، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأمر بإحضارها فورا. يا إلهي، وهل عاقبها نبي الله سليمان؟ مهلا أيتها النملة الصغيرة الرقيقة، بل سألها عليه السلام قائلا: أيتها النملة، أما علمت أني نبي الله وأني لا أظلم أحدا؟ فأجابته النملة: بلى يا نبي الله. فقال لها سليمان: فلم حذرت أهل مملكتك وقلت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم؟ أجابته النملة: يا نبي الله، هؤلاء النمل يعبدون الله سبحانه، وأنت تملك كل هذا الملك والجاه، فخشيت أن ينظر أهل مملكتي إلى زينتك وهيبتك فينشغلوا بها ويبتعدوا عن عبادة الله عز وجل. وفعلا أمر نبي الله سليمان قادة جيشه أن يغيروا مسار حركتهم بعيدا عن وادي النمل، لكي لا يتعرض النمل إلى الأذى. هكذا استطاعت النملة الذكية أن تخلص أهل مملكتها من خطر الموت. سبحان الله الذي منح كل هذا الملك والعظمة لنبيه سليمان، وأفاض في قلبه الرحمة والعطف، وسبحانه الذي ألهم جدة النملة كل هذا الذكاء والفطنة. صدقتي، فقد جمع الله سبحانه في نبيه سليمان عليه السلام الملك والنبوة، فكان إعجازا إلهيا ومظهرا من مظاهر قدرته سبحانه. ومع هذا كان سلام الله عليه دائم الشكر له، متذللا له سبحانه، وعبدا من عباده الصالحين. أما جدتك النملة الصغيرة فقد كانت ذكية في تعاملها مع نبي الله سليمان عليه السلام. تبارك الله أحسن الخالقين، الذي وهب لكل مخلوقاته ما تحتاج إليه، فاستحق أن تسبح بحمده كل مخلوقاته. سبحان الله العظيم. وكم كانت هذه النملة مخلصة في عملها، حريصة على سلامة أهل مملكتها من الانشغال عن عبادة الله بمظاهر الزينة والجاه والسلطان. فقد واجهت الخطر وكانت على استعداد أن تضحي بحياتها دفاعا عنهم. وكيف أطاعوا أمرها بقية النمل؟ فعلا مملكة النمل عبارة عن مجتمع منظم يسوده التعاون والإخلاص والحب في الله. نسأل الله أن تعم مجتمعاتنا اليوم مثل هذه الصفات، وما أحوجنا لذلك.
وهكذا انتهت حكاية النملة ونبي الله سليمان عليه السلام. بهذا وصلنا إلى ختام حكايتنا اليوم. لقاء آخر رمضان يجمعنا، ونلتقي به غدا والله يرحمنا. نصوم كل شهره بالخير والحسنى، شهر به الله قضى من شهده ذقنا. إلى اللقاء غدا بالحب والهدى، يا أيها الأطفال شهر الصيام ابتدى.